نظمت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية ورشة عمل لتدريب ورفع قدرات مهندسي الإرشاد الزراعي في محافظة المنيا ضمن مبادرة ازرع التي أطلقها التحالف الوطني لدعم العمل الأهلي والتنموي. وتستهدف ورشة العمل تحسين جودة الخدمات الإرشادية التي تقدم لصغار المزارعين في محافظة المنيا وإكسابهم مهارات في استخدام الإرشاد الرقمي. كما تستهدف ورشة التدريب تمكين مهندسي الإرشاد الزراعي من المعلومات الخاصة بتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية وتحقيق الأمن الغذائي. اليوم بالتنسيق والتعاون مع مركز بحوث التنمية الريفية كلية زراعة جامعة القاهرة يتم إعداد برنامج تدريبي متكامل لمهندسي إرشاد الزراعي بمحافظة المنيا. الهدف منه إن احنا نمكن المهندسي إرشاد الزراعي بالمعلومات والمعارف الخاصة باستخدام الإرشاد الرقمي وتقديم الخدمات الإرشادية عالية بجودة عالية لصغار المزارعين. ده بيتم بالتنسيق متكامل مع مديرية الزراعة عشان نضمن أن كل الخدمات الإرشادية بتوصل لأهالينا من المزارعين في قرى محافظة المنيا بجودة عالية. النهاردة كنا في اليوم الختامي لدورة تدريبية تنمية قدرات المهندسين الزراعيين لسهولة التواصل مع المزارعين، واستفدنا من التدريب مكننا ازاي نعرف نتعامل بسهولة وازاي نوصل بسهولة للمزارع وازاي نساعده ان يغير بعض المعاملات او تصحيح بعض المعاملات الزراعية. وضمن مبادرة ازرع دي كان ليها مردود كبير جدا من المزارعين، ساعدت على زيادة انتاجية المزارعين وبالتالي زود من دخلهم. بنعمل ورشة لبناء قدرات المهندسين الزراعيين في التنمية الريفية حتى يتمكنوا من القيام بدورهم وتلبية احتياج المستفيدين. المشروع ده بيشتغل فيه 12 مجتمع في 3 محافظات 9 مراكز، بيشتغل على صغار المزارعين بتقديم الدعم الفني من خلال المدارس الحقلية، المتابعات الفنية، عمل الحقول الإرشادية. بيشتغل أكثر برضو على السيدات في مساعدتهم تعليمهم إزاي هو الغذاء الآمن، بيديهم مشروعات أكثر تساعدهم على الأمن الغذائي زي مثلا مشروعات البط أو الأغنام وخلف.